يلا يلا بسرعة يلا 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 أوهام يلا فوتوا يلا. هذا الشيء رح يضل سر بيناتنا ماشي؟ ولا يهمك كبير ماله قرار. هيك بدي اياك، بس تعتم العين رجع لعنا. ايه؟ ايه حاضر حاضر. عبدو اللي شو في؟ ما بعرف صاير شيء. مين هي المرأة اللي مغطية وشها؟ انو مرأة؟ المرأة شو بعرفني؟ صحي مين هي؟ شو لا عم تشدب علي؟ ايه شو؟ لا لا والله. ليك ولا اذا ما بتحكي هلا بطلع بروحك فهمت؟ يعني انا شو بعرفني؟ هي اول مرة بشوفها. لك بالناقص لا تحكي لي بسيطة، انا رح اعرف طريقتي بعد نلق. لك كان انا امين على السر، لحبيبتي ما حكيت. الف اثنين ثلاثة زيدان مو وقتك هلا، لا تخربطيني عم عد المصاري. بس فهمني ليش ما اعطيتهم الصبي؟ كم مرة بدي اقول لك راح نرجع لهم يا بعدين. ليش شو راح تفرق معك؟ طالما هالولد معنا عيلة زينو الخاين ما راح يرفضوا لنا ولا طلب. الصبي مرضان بلا ما يموت هو عنا. يعني شو بدي اسوي لك؟ يموت بالناقص بعدي هيك. مو حرام نقتل ولد صغير ماله ذنب بشي؟ لك انت شو صاير لك؟ منين جايبه هالحكي؟ يلي عم نعمله غلط. لك حرام عليك، هي الجماعة بعتوا لك المصاري ليش ما عطيتهم الولد؟ شبك عم نقول لك انه مريض، مو فرقانة معك ما؟ لكن لانه ما في بقلبك رحمة. اخرسي! اسمعي، هالمرة رح سامحك، بس إذا بتعيدي هالحكي بدي أقتلك. أنت بتعرفيني، أنا ما بتفرق معي. شبكي؟ ليكون مو عاجبك. لا تطلعي هيك وليه؟ بالله؟ سدي حلك. قتلني زيدان يلا. عم تتحديني؟ زيدان اوعك. قوصني يلا قوص. لا ترد عليها. بعده هيك يلا ولا كل واحد على شغله. رشا انت منيحة؟ خالي سناء لازم نبعث خديجة معهم. بدي ارجع بعيد عن بنتي. خديجة بخطر، خلينا نبعتها معهم على القليلة هالفترة. مزبوط خالد، الدكتور معه حق، وقت تهدى الأوضاع بترجع لعندك. تكلنا على الله، خلص اللي بتشوفه. طيب كيف بدنا نروح المدينة؟ يعني نحن ما بنعرف الطريق لهنيك. من هالناحية اطمني، أنا عم استنى لحتى تعتم العين وبعدين بنروح سوا، ولما نوصل على الأوتوستراد بتركبوا شي باص وبتروحوا معه على المدينة فورا. بدكن تهربوا لكن عم تخبوا علي، أنا بفرجيكن. لك معقولة هيك يعمل؟ هذا أخوك شو صار له؟ حدا بيدافع عن الناس اللي قتلوا له ابنه؟ والله ما حلوة بحقكن. أنا بعرف، خليها لربك يا زلمة، بهدلنا قدام موسى. ايه طبعا، هلا الناس شو بتكون عم تحكي عنكن؟ تعرف حميد ماله ذنب، أصل السبب هو جناب صهركن الدكتور. بابا بابا. ولك انت ليش مالك بالبيت ولي؟ رحت لهونيك مشان اتزهرم ما لقيت حدا، وين كنت عم تفتلي؟ ليش مو طابخه اليوم؟ اسفة بابا، بس هذا عبده هو السبب، صار يلهيني لك يا طا عمره ما اغلظه. بابا حذير مين شفت هلا؟ اكيد ما رح تحذر لانه عالم ما بيخطروا على بالك بنوب. شو حزوره انت عم تحكي؟ مين هدول العالم؟ رح اقول لك، شفت فرحان ابنه لخليل وهي البنت بدريه. وين؟ كانوا متخبيين ببيت الدكتور طارق وخديجة معهم كمان. وليه؟ انت متأكدة؟ ايه بنته لموسى هنيك لكن اجت على ايديها ورجليها. مشان الله يا رشاد عم تحكي عن جد؟ ليش هيك شغلات فيها مزح؟ قلت لخبرك مشان تلحقها، لانه هن ثلاثة رح يهربوا الليلة. شو؟ بدهم يهربوا على المدينة؟ لا وخديجة معهم كمان؟ هاي أنا خبرتك، والباقي عندك، شوف شو بدك تعمل. الله يكتر خيرك. شو رح نعمل؟ روح جيبهم؟ طول بالك، أنا متأكد إنه الدكتور طارق محتاط لكل شي، ما بدي إياكم تروحوا على الفاضي، والله الدكتور ماله قليل. طيب شو بدنا نساوي عمي؟ أنا برأيي وكل عمر آغا بالموضوع. إيه ليش لا؟ أنا متأكد إنه هو رح يرضى لأنه مثلي ما بيحب الفاينة.
روحي نادي له. يلا. زيدان بده ياكي. نعم، شو بدك؟ عادي، لأقول لك عادي. ليكي رشا، قد ايه صار لك عم تحاربي معي؟ ما بيطلعوا لهم 10 سنين؟ وبكل هالمدة ما أسأتي للتنظيم. شو اللي صار لك هلا؟ وضعك مو عاجبني أبدا، صايرة عم تتنمردي. أنا كان بدي رشحك لترأس اتحاد نساء التنظيم، بس إذا ضليتي هيك على هالحالة بدي بطل. رجعي مثل ما كنتي بالأول، لأنه إذا ضليتي هيك يعني شو رح تساوي؟ أنا ما رح أقلك، بس انتبهي. أنتي بتعرفيني منيح، أنا ما بتفرق معي. ألو زيدان. أهلين، خير أغا؟ في مهمة صغيرة بدي كلفك فيها. أكيد متذكر الدكتور طارق. ممتاز، وصلتني أخبار إنه بده يهرب 3 أشخاص على المدينة، بدي إياك تمنعهم من هالشي. لا لا تهجم على الضيعة، إذا بتلطيلن بشي قرني أحسن. عقوبتهم؟ استنى شوي، خليك معي على الخط. شو نعمل لك فيه؟ الله لا يوفقهم، خلوا شرف العيلة بالأرض. بدري وفرحان يقتلوهن، بس خديجة بدي اياها عايشة. ليك موسى، هالخدمة ما رح تكون ببلاش. طلوب وانا رقبتي سدادة، المهم اني اغسل العار تبعي. معناها انا قررت سلمك كل اعمال الشحن، اتفقنا موسى؟ من هلا ورايح انت بدك تنقل البضاعة، انا ورجالي تحت امرك. منيح. في هدول الاثنين بدرية وفرحان عرفتهم؟ بدي اياك تخلص عليهم. وخديجة هاي بقى بتجيبها لعندي. خالي سناء، حطي هدول مشان فرحان، ما في داعي تعذب حالك، ولو نحن اخوة. دكتور طارق، شوفي ديالا، هدول كل اللي معي، بجوز تحتاجون. يسلموا ايديكي. ليش هيك عم تتطلعوا؟ يا الله أنا كتير خايفة. لا تخافي، رح كون دائما جنبك. اطمنوا، ما رح يصير شي إن شاء الله. رح يهربوا من الضيعة بالليل، رح نلطيلهم عند السفح ونخلص من هالكلاب. أها صحيح، مين هنين؟ اثنين من أهل ضيعتك، بنت اسمها بدرية، والتاني عشيقة اسمه فرحان. يلا وراي معلم زيدان. شو بدنا نساوي بهالصبي؟ ما عم يسكت، ما كان ناقصنا غير هالولد الصغير. تاخدوه على المقبرة توصور صاصتين، بعدين تدفنوه، فهمتوا؟ لا لا حاضر معلم. امشوا. رشا تعي. يلا استنى. شوفي، نسيت جيب الناظور. إلك، لأنه عقلك ماله معك. روحي جيبي. يلا روحوا وأنا بلحقكم. يلا بسرعة. خراس با، رح نخلص منك. خراس. لا تبكي حبيبي، خلص ما رح اسمح لحدا انه يأذيك. خلص حبيبي، لا تبكي لا تبكي. يلا تعا تعا حبيبي تعا. أنا هلأ عرفت الحقيقة،
حقيقة التنظيم كذابين، خلوني حارب كل هالسنين مشان مصالحهم بس مو مشان هالناس المساكين. معقول بدو يانا نقتل ولد صغير ماله ذنب؟ راجعت لك، ما رح خليك هون، بس بالأول لازم أنقذ أختي. يلا خالي سناء، وادعي لخديجة حتى نروح. مع إني حابة وصلهم معك. الطريق طويل، بخاف إنك تتعبي. مزبوط، بركي نزل ضغطك، خلص خليكي هون. والله معك حق، دير بالك عليهم يا ابني. خلص خالي، لا تاكلي هم، رح طالعهم بالباص وارجع دغري. رح نشتاق لكم كثير. يلا بدك شي خالي سناء؟ ونحن الله معكم يا ابني. بتوصينا شي خالي؟ الله معكن. خديجة بنتي حبيبتي رح اشتقلك. رح نرجع نفترق. لا لا حبيبتي هالمرة غير، إن شاء الله ما رح تطولي عليه. يلا 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 دكتور رح نتأخر. يلا خديجة لازم نمشي. الله معك. خديجة رح ترجع لنا، انتي بس ادعي لها وطولي بالك. والله ما بعرف، بس قلبي كتير قامطني. ليش تأخرت رشا؟ وانا شو بيعرفني؟ حساب عندي، انا بورجيها. لازم حذرون. يا ربي أنا مالكون. يلا يلا يلا. يلا امشوا بسرعة. يلا يلا أوام أوام. يلا يلا الظاهر انهم ما رح يجوا. حس شو بيفهميك غبيه؟ على مهلك ولا؟ حاضر معلم. يلا يلا تعو. شايفه؟ يلا 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 يلا. يلا شوي شوي. ولا حركة، وقفوا وقفوا بيعرضكن أحسن بقوس. يا أمي بدك تهربن ما هيك دكتور؟ زيدان شو بدك فيهن؟ سلمني بدرية وهذا اللي اسمه فرحان أوام، بعدوا عنن. يلا كل المخططات اللي عم نبتهجها بالتنظيم لازم تكون نتائجها طويلة الأمد. طبعا هذا الشيء بيتطلب انه نفكر منيح قبل كل خطوه بدنا نقدم عليها. لازم نوصل الناس لمرحله ما يعودوا يميزوا مين بده مصلحتهم ومين عم يستغلهم. ولحتى نحقق هالشيء لازم نخلي كل المشروعات يلي عم تنفذها الحكومه تفشل ومن بدايتها، وخاصه هذا المشروع اللي طلعوا لنا فيه من جديد تبع المساواه في العمل والدوله الديمقراطيه وما بعرف شو. طمن معلم، لأنه رجالنا المنتشرين بكل مؤسسات الدولة رح يساهموا بتحقيق الشيء اللي تفضلت فيه.
هذا المشروع العظيم يلي عم تحكي عنه الحكومة كتير بهالفترة رح نعمل منه مجرد شعارات وبس، لأنه على أرض الواقع المساواة بالشغل ما رح تكون موجودة. وهيك الشعب بيضوج وبصير بيشوف الحكومة على أنها مو شاطرة غير بالحكي وبس. أنا برأيي أنه بهالمرحلة نعمل استبيان للرأي عن نظرة الشعب للحكومة، يعني إذا كانوا راضيين عن أدائها ولا لا، وشو هي المشاكل اللي عم يواجهوها، وأسئلة طبعا من هالنوع. طبعا نتيجة هالاستبيان نحن اللي رح نحطها، شو ما كان رأي الناس بالحكومة رح تكون النتيجة واحدة. يعني أهم شيء نورجي كل الناس أنه شعبية الحكومة وصلت لأدنى مستوى، والسبب طبعا رح يكون السياسات الداخلية والخارجية الخاطئة يلي عم تنتهجها. وكمان نورجيهم أنه الدين الإسلامي بشكل عام والنساء المحجبات بشكل خاص بلشوا ينتشروا بشكل كتير كبير بتركيا يلي على أساس هي دولة علمانية، ولا أنا غلطان؟ نحن لازم نخلي كل العالم يغير نظرته لتركيا، يعني بدنا نفهمهم أنه ما في ديمقراطية بهالبلد، والتسامح بين الطوائف ماله موجود بالمرة. تعرفوا هالاستبيان رح يكون ضربة قوية للحكومة. أنا حابة ورجي الناس بهالاستبيان إنه 70% من النساء اللي بيحطوا حجاب صراحة بيكونوا مضطرين يعملوا هذا الشيء، والسبب طبعا هو الضغط الكبير من أهاليهم. لازم نخلي هالشعب يضيع. في شغلة مهمة لازم نذكرها، وهي أنه الحكومة ما بتوظف غير خريجي الجامعات، وهذا ظلم لأنه في عالم مالها متعلمة هي أحق منهم. رح نحط هالشي طبعا بالاستبيان، وبهالطريقة منخلي الناس البسيطين يكرهوا هدول المتعلمين اللي هن عم يسرقوا فرص العمل منهم، وهيك منعلق العالم ببعضه البعض. وكمان أجهزة الإعلام الخاصة فينا لازم تساندنا، نحن هلأ بأمس الحاجة لإلها. بدنا اياها تبلش بحملة نقد كبيرة ضد الحكومة، خلينا نورجي الناس على مساوئها، وهذا الشيء رح يسبق عملية الاستبيان. لازم نخلي الأجواء مشحونة وجاهزة للانفجار بأي لحظة. طيب أنا عندي فكرة، شو رأيكم نزيد عدد البرامج اللي بتحكي عن المرأة بهالبلد والاضطهاد اللي بيتمارس ضدها؟ خلونا نورجي كل العالم إنه النساء هون مقيدين بالعادات والتقاليد وما عم يحصلوا على أدنى مجال من الحرية، لأنه ببساطة المجتمع اللي هن فيه متخلف، مو مثل ما عم تحكي الحكومة إنه تركيا هي بلد العدالة والحرية المطلقة. خلونا ننسف كل هالحكي. ما بدي تنشغلوا بالاستبيان وتنسوا باقي مشاريعنا، يعني في عنا كذا شحنة أسلحة لازم نهربها، ولسه في المخدرات. لازم ندير بالنا على تجارتنا لأنه هي أساس قوتنا. هلا صحيح شركائنا يلي برا البلد ما عم ينسونا من الدعم المادي، بس مع هيك نحن كمان لازم نزيد مواردنا لانه ما بتعرفوا المستقبل شو مخبيلنا. هلا فكرة الاستبيان كتير ذكية، بس يعني اذا ما عرفنا نستخدم هالسلاح مزبوط بجوز ينقلب ضدنا. انا برأيي كمان انه نبلش بحملة اعلانية كتير كبيرة تكون ضد هدول المؤسسات الدينية التعليمية. حاجة بقى يعني لازم نشغلهم شوي لأنهم عم يضروا بمصالحنا. معناها بلشوا من هلأ بهالاستبيان، وقد ما كلف مو مشكلة، المهم أنه بالأخير نصل للي بدنا إياه. وكمان مو ضروري ننشر النتائج بسرعة، معلش خلونا نستنى شوي. ما بعرف، أنا حاسس أنه هالاستبيان رح يكون الضربة القاضية للنظام بهالبلد إذا عرفنا نستخدمه بالوقت المناسب. بعدوا عنهم، يلا يلا. فهمني شو بدك منهم؟ ما دخلك، بعدوا عنهم، يلا يلا نشوف. تاو بسيطة، نازل لعندكم، بعدو بعدو هيك، يلا ولا أوام. لك بعدو عنهم. مع مين عم بحكي ولا أنت وياه؟ ها؟ خايفين يا كلاب؟ ما رح خليك تأذيهم. أنت لا تدخل دكتور. هن شو عملوا لك؟ ولك حرام عليك، هل عنا بقى؟ قاعد هيك شو بدك تعملوا؟ يعني شو بدك؟ خلاص زيدان، زيدان بكفي. عم قلك اتركن. تعال هون، لا تدخل احسن لك. هن ما عملوا لك شيء. تاي هذا مو شغلك. بدري زيدان، زيدان خلاص بقى، اعطيني البنت، ما بدي حدا يتدخل، عم تفهموا؟ وقفوا بوش الدكتور، حركي وليه. وانت ولا بعد عنهم، يلا زيدان بترجاه. بدري زيدان خلص بقى، يمو له الكلب، يلا يلا ولا عمرك مسكون، يلا لشوف تحركي. بعد هيك اوام لشوف، اوصل لين تحرك ولا لك، اتركونا بحالة، تحرك احسن لك. يلا يا كلب، يلا ولا حركي، سطحوا يلا ولا بسرعة. ما عم تسمع؟ اصحك تتحرك، يلا عم قلك، يلا لشوف.
زيدان لا تقوس، زيدان لا تقوس، لا ابوس ايدك، لا زيدان اصحك، لا تقتلوني. يلا نشوف سطحوا. خلص انتهينا يا بدري، سطحوا عملكن. زيدان لك ليش تعمل؟ بكفي لك ليش؟ بدرية لك انت قتلت لأختي بدرية أختي أختي حرام عليكم بدرية بدرية حبيبتي سامحيني يا أختي بدرية أختي ردي علي شو عملتوا فيهم؟ دكتور جيبوها لهالمره يلا بسرعه حاضر معلم حرك شيلوا لهون اتركوني وقف امشوا ليه امشي يلا بسرعه اتركوها امشي قدام يلا تعال تعال هون يلا امشي يلا دكتور ما معلم ولك دكتور خذ هالراعي وانقلع يلا لشوف لا تخليني اقتله يلا امشي اتحرك يلا حرك يلا دكتور يلا مشان الله لا تتركني يلا دامي امشي يلا مشان الله يا دكتور يلا انقلع خلصنا يلا لك يلا انقلع يلا شو طرشان حرك دامي مشان الله يا دكتور لا تتركني لحالي هون هلا انت مو اختي وقفي ساعديني نرمين ساعديني شبكي سكتي عمل لك لك شو عملوا لك صرتي مثلهم ارجعي لورا بدري لك انت شو عملت بدري بتكون اختي اسمعيني منيح ابوكي هو اللي طلب مني اني اقتلهم عم تفهمي انا ما دخلني وانتي وليه؟ ولك بعد انت ويا من خلقتي ما عاد بدي اسمع صوتك فهمتي؟ وقف عم تتفرج علي مو؟ شو نسيتي اني اختك؟ قليلو يتركني نيرمين قليلو والله حرام عليكم اللي عم تعملوه سدي عليك قومي امشي وليه؟ يلا امشي يلا لشوف خدوها امرك معلم يلا اتحركي رشا لك يلا بسرعه بقى لك يلا امشي لشوف يلا اتحركي شبكي ما عم تسمعيني قومي يلا لشوف امشي لك العمى شو صار لك يلا لشوف حاجه تبكي خالة سناء شو بدك حبيبتي؟ يعني قديش بدك تضلي قاعدة هون؟ روحي على البيت ارتاحي طمني ماني تعبانة بالأول بدي شوف الدكتور بعدين بروح على البيت طمني بيكونوا هلأ على الطريق يعني خلص الدكتور طارق وعدك وهو دايما بيوفي بوعده بس كأنه تأخر ما هيك قلبي قامطني بس ما يكونوا ضاعوا أوف إن شاء الله تمضى هالشغلة على خير ونخلص ديروا بالكم عجل شوي انت وياه يا امرك معلم يلا بسرعه يلا بدك ارفع عني حرك يلا يا شباب شدوا الهمه يلا يلا ارفع شيل هالجا شيل بالك قومي يلا اترك لي اياها ايمي ايدك عني لك قومي شبك هدي من هون يلا بعدي عني
يلا يلا ولك اتحرك يلا ساعدني. خير دكتور، ليش وقفت؟ شو بدنا نقول للخالة سناء؟ هي كانت مأمنة فينا يا عبدو. نحن حاولنا بس ما طلع بإيدنا. ليكن رجعوا. الحمد لله أخيراً رجعتوا. شو إن شاء الله مشي الحال؟ بعدتن على المدينة؟ شبك ليش ما عم تجاوبني؟ صاير شي؟ شو في دكتور؟ زيدان وجماعته هجموا علينا، قتلوا فرحان وبدرية. شو؟ معقول اللي صار؟ العمى معقول قتلوهن؟ ليش هيك عملوا؟ والله حرام. شو هدول ما في بقلبهم رحمة؟ بس فهموني بأنو ذنب قتلوهن. يخرب بيتهم، هدول ما بيخافوا من الله. خديجة وينها؟ اللي بنتي وينها؟ ليكون صار لشي. رح يرجعوها لعند موسى. ايه شو هاد يا حلة البركة، ما عم صدق المعلم زيدان جاي يزورني هو ورجاله. يا ميت اهلا وسهلا. على راسي يا اغا. لك الضيعة كلها منورة. بالمهلي تسلم. لا 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 لا، معقول؟ شو هذا يا زلمة؟ حرام، لسه شباب اول عمره. شو نفذت المهمة كلها؟ طبعا يا أغا. وين هاي اللي اسمها خديجة؟ ماني شايفها. موجودة. ولا هاتوها لهون. يلا هلا بتروحوا بتسلموا جثة الشاب لأهله، ماشي؟ أما جثة البنت وخديجة بتودوهن لعند موسى. حاضر أغا. تحت أمرك. أما هلأ تفضلوا لجوا، أكيد جوعانين، خلونا نتغدى سوا. يلا يلا تعال زيدان. تعال يلا روح وديهن. يلا رويدة. يلا بعد هيك شدوا معه. يلا رويدة يلا روحي معه. سلمي خديجة بإيديكي، ترجعي بسرعة. عم تفهمي ولا لا؟ ما فيني سلمها، خديجة اختي. خرسي وليه؟ انا بعرف انه هي اختك، بس شو يعني؟ بدك تنفذي الاوامر ولا حابة تتعاقبي مثل هذيك المرة؟ هذا اللي كان ناقص. روحي سلميها لموسى. يلا لا تطولي. مثل ما بدك معلم. يلا وانتو حاولي لجوا. يلا حاضر معلم. حاضر معلم. تعو يلا رشا
شبكي ما تفوتي لجوا. شو ما سمعتي؟ عمر آغا عزمنا رح نتغدى سوا. أنا ما بقعد مع العالم يلي قتلوا أختي. شو عم تحكي؟ قلتلك مالي علاقة بهالشي. أبوكي هو اللي هيك بده، فهمتي ولا لا؟ أنت قتلت بإيدك، قلي هي بشو أذتنا وبشو أذت التنظيم؟ أنا بلشت أفهم إنه هالتنظيم كله كذب بكذب. قديش عطوك مصاري لرضيت تقتلها؟ لك أنت عرفاني حالك شو عم تحكي وليه؟ أصحي على حالك بقى. ليكي هالمرة ما رح أعمل لك شي، لأني بعرف إنك متضايقة، عم تفهمي؟ بعتذر. يلا امشي، عمر آغا عم بيستنانا جوا. حاضر، روحوا أنا بلحقك. لا تتأخري، انسي هالقصة بقى. كل هالسنين وأنا مخدوعة فيكم، أنو تنظيم هاد كله كذب. آخ يا بدري يا بنتي آخ، ليش هيك عملت؟ لك حرام عليك، يا ريتني أنا ولا أنتي. آخ يا بنتي آخ. يخرب بيتك شو ما في بقلبك رحمة، شلون بتخليهم يقتلوا بنتك؟ طمني ان شاء الله انبسطت هلا. راسي لك هاي شو جابها لهون؟ فوتوها لجوا. امشي اتحركي، امشي اتحركي، بهدلنا بسببك. يلا اتحركي لجوا مشان الله بيرين. لا تتركيني هون، والله انا ما عملت شيء. امشي ساعديني يا اختي. نيرمي انت شو عم تسوي هون؟ لك وقفي لقلك تعي، لك وقفي شوي، في شغلة لازم تعرفيها. أمك عنا بالبيت، إذا بدك تشوفيها تعي معي. هل عني بعد عني؟ لك نيرمي بعد. طمني، شفت خديجة؟ إيه شفتها، خلص سلموها لموسى. يا ربي ساعدنا. وشفت نيرمين كمان. شو جابها لهون ليكون هي اللي سلمت خديجة؟ شو بدي أعمل؟ ما عم صدق، مو معقول، يعني بناتي التنتين ضاعوا مني؟ هلأ شو بدي أعمل؟ قلولي كيف بقدر خلصهم؟ عم يتقوى علي لأني ضعيفة. آخ يا موسى آخ، أنا ما شفت مثل هالزلمة قلوني قتلوا بنته بدرية. خلص خالي اهدي. لا أنا ما رح أخلي بنتي عند هالظالم، رايح أجيب خديجة. ولك تعي لهون. خالي سناء اهدي بقى، شو صار لك؟ هلا لا تروحي، عيلة موسى كلها هنيك، الجماعة متضايقين منك كتير، بلا ما تروحي هلا ليقوموا يعملوا لك شيء. مو فرقانة معي، بدي اجيب بنتي. خالي سناء، خالي سناء، بوس ايدك، لا تخليها تروح لعندهم هلا، اكيد موسى رح يأذيها. المعلم زكو معه حق، لا تروحي يا خالي. ما حدا حاسس فيني، بدك يعني استنى وبناتي عم يضيعوا مني؟ إذا بتريدي. طيب قلي شو بدي ساوي، شو بدي ساوي؟ خلص لا تبكي. طيب أنا رايح معك، منحاول نرجع خديجة. يلا ايه زكو. مرني أغا. طعميت باقي الشباب؟ ايه طبعا، سويت كل شيء امرتني فيه يا اخا. منيح. ايمون يلا. يسلموا ايديك، الاكل بشهي. يا سيدي صحتين وعافيه. لك من وقت ما خطفتك وحفيده لزينو اغا الوضع تخربط كتير، صاروا كل رؤساء العشائر
عم يسمعوا كلمة زينو. أنا خايف إنه بكرة كلهم ما عاد يرضوا يدفعوا لنا. قصدي أنا ما بدنا نقلب كل الناس ضدنا كمان. تفضلوا. انقلع. إيه بس يا أغا، طلبت نخطفه لنجبر أهله يدفعوا. أخ، إيه مزبوط، بس يظهر إني غلطت. لازم نعملنا شي شغلة بيض فيها صفحتي قدام الناس. شو بدك يعني نعمل؟ الولد مات. ما كان ناقصنا غير هالولد الصغير. تاخدوه على المقبرة، توصوه رصاصتي، بعدين تدفنوه، فهمتوا؟ لا؟ انقلع. خراس بقى، راح نخلص منك. خراس. لازم نروح جيب الصبي. ايه. يعني ما قلت لي كيف بدنا نبيض صفحتك؟ لازم نعمل شي شغلة منيحة. يعني يكون إلها علاقة بالدكتور. ما فهمت، يعني شو اللي بدك يعني نعمله؟ هلا مو انتو خاطفين امه للدكتور من زمان؟ انا رح اقول للعالم اني ترجيتكن لحتى تطلقوا صراحة، وبدي اياكن عن جد تتركوها. ماشي؟ وانت شو رح تستفاد من هذا الشيء؟ شبك؟ فكر شوي، هيك كل الناس بصيروا يقولوا انه عمر آغا زلمة كتير منيح. وبعدين منجيب صحفي عالضيعة ومنخليه يكتب شي مقال عن قصة هالمرة. بهالطريقة منكسب محبة الناس ومنخلي الحكومة كمان توثق فينا. فهمت؟ زيدان تريك أمه للدكتور. ماشي؟ مع أني مو حابب هالشغلة بس مضطر أعملها. طيب ماشي، رح قلهم يمرقوا أمه للدكتور من على الحدود. متيعة، إن شاء الله البقية بحياتك. دعي لي الله يصبرني. يلا خالي. لسه جاي لعندي؟ شو بدك؟ جيت لأخذ بنتي. وينها؟ انت ما بتفهمي؟ بنتك صارت كنتنا. ماني رايحة من هون حتى آخدها. اسمعيني منيح، بنتك خديجة ما عاد إلا طلعة من هون. روحي أحسن ما يصير شي ما بيعجبك. بس هذا اللي عم تساويه جريمة، مو من حقك تحبسها. انت شو حشرك؟ ها؟ الشغلة بيني وبين هالمرأة، انت شو لك علاقة؟ يعني هن بيرابوك شي؟